الآن متواجدين على الطريق الدولي الواصل مدينة حلب بمعبر باب السلامة الحدودي في مدينة أعزاز المحتلة. من خلفي تماما حيث توجد قرية كفر أنطون بالإضافة لقرية تاتمرش ومطار منخ العسكري، حيث استهدف الاحتلال التركي قرية تاتمرش بالقذائف الفوسفورية الفوسفور الأبيض وخلفت أضرارا مادية بممتلكات المدنيين. كما ترون هذه القرية يستهدفها الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية منذ عدة أيام. مشاهدينا نحن الآن على الطريق الدولي كما ترون، من خلفي تماما هذه القرية جميع الأهالي متواجدين في قراهم ولا توجد أي عملية نزوح أو هجرة من هذه القرى، بالعكس تماما المدنيين جميعهم متواجدين في قراهم ولا توجد أي عملية نزوح رغم القصف الجوي والقصف الصاروخي من قبل الاحتلال التركي المتواجد في قواعده في مدينة أعزاز بالإضافة لمدينة مارع المحتلة، بالإضافة من داخل الأراضي التركية يستهدف الاحتلال التركي هذه القرى المكتظة بمهجري عفرين وسكان القرى سكان الشهباء الأصليين. وما بنطلع من الضيعة، قذائف كل نهار بيجي قذائف، من هون طاول أبدا ما بنطلع من هون، بنضل هون الاحتلال التركي عم بيضرب علينا على طول. هي وين مدفعية؟ شو عم نقلع بطاطا وهي العمال وهي كل شيء الورشة؟ شو ما في حدا هون؟ كلياتنا هون. دين 100% ما بنتحرك من هون، ما بنطلع يعني. سد القذف اليوم ما بنطلع. ما بنطلع طاول نحن. وقت جينا عفرينة كجبار من البدارد على الترفعات. وقت عم دبينن انه دوغر كاريه تركي حارتم يعني وجانا بشابورو قاسكيخو برداوما جبار انه دبي انه ملاتي رفعت فولو يا تشكاس هذا تنايا اللي وقت عم دبينن انه ملات تاديكو ملات بيشتي للشارعيه والمولاخويه وحركازه بيجيخويا وقت عم دبينن يعني تشتكي عن بوندكن الدولات العالم بيشتيرو كو تشمو دانجيخو حركاسك نوكي لانه عامل بداري عم بخوض كجبار بينا جعفرين عموتن بداري ودولات تركيا دغوزي جوركدن دوباره بكي انه ما الوقت ملاتي عفرينه وقت جنا عفرينه مجبره كجبار بكي اللي عم دبينن زوروك وحركم جي بارخدوني مال بداري يعني نكوني اردوغان تشكي بكي تشقصا ب يعني بكي وتشقص دوباره بكي نكوني مجبر دارينه تدي ام بمؤامره كي جعفرينه درخستن و کت سالا پنجمین ام لوی داره لطرفت جیان دکن عینی مؤامره خود دوباره دکن و حرتم ایرشی خوشی به سر وی گلی دا تو با باوران دکن به بالافر خوی به شوفر و به آبیس خوا به قذیف خوا ما او دولتی نبنتوی و به طیبت دولت روسیا جیل بداره های وقت دولت دامن دبه از پارزوان جباکا دکم لپی چاوه وی روجنا ایریش خود دوباره دکن و با چار پنج روجن به شکلی که هوونا بنابر تم ایریش خوب سر به گلی داتینن و بردوام دکن و نسکناندن ما چی دغازن؟ امزانن دیروکک عثمانی ها هیا دولت ترک و فاشیزم تم دغازه و دیروکه دوباره بکه و مافه گلان بمپک بکه